يا عبد الرازق الوصول للدور قبل النهائي. يا كابتن ميمي، لا خليك مع الصبح. لا هبات ازيك يا كابتن؟ والف مليون مبروك يا كابتن. الله يخليك كابتن خالد. الو. ايوه يا كابتن. الله يخليك كابتن خالد. انا الله يبارك فيك حبيبي. اعتقد يعني نتيجه مهمه بالنسبه لك وبالنسبه لنادي سموحه، الوصول للدور قبل النهائي ومقابله الاسيوطي، يعني حتى مباراه يعني على ارض الواقع نقول ان السموحه يعني افضل، لكن ما فيش حاجه اسمها. لا يا كابتن خالد، ما فيش في الكاس حاجه اسمها افضل، وانا مستغل ان انا بتكلم مع حضرتك اللي انت يعني برضه عندك الشفافيه وعندك المصداقيه في كل حاجه. ما بكلمكش رياء طبعا، انا بهني كابتن علي ماهر على الاداء اللي عمله السنه دي والانجاز اللي عمله امبارح، يتكتب له لا حد يبخس حقه، يعتبر من افضل مدربين في مصر هو والكابتن حسام حسن والكابتن حسام البدري. طبعا مع احترامي كل المدربين، الحمد لله كل مدرب له باع وله دور، انما ده ان كابتن علي ماهر الاسيوطي طالع، يعتبر فرقه مميزه، يعتبر فرقه بتلعب بتكتيك، تعتبر فرقه محترمه لها الف حساب بالنسبه لنا في المباراه الجايه يعني، وده مباراه كاس يعني انت عارف مالهاش كبير يعني. تمام كابتن، لاول مره في التاريخ بصراحه يعني مش فاكر يعني فرقتين يوصلوا الدور قبل النهائي يكون مدرب الفريق الاسيوطي هو اللي هيدرب سموحه، وتكون انت عارف قبل اللقاء ان انت حتى لو ما فزتش بالبطوله مش مكمل. ده بيعمل تاثير على اللعيبه بتاعتك ولا عادي؟ ابدا. في حاجه انا لعبتي النهارده وبثبت لكابتن خالد، انا الشوط الاولاني النهارده لغايه حوالي 30 دقيقه ما دخلتش الجيم. شادر الحق كانت الدجله افضل مني بكتير بكتير. خلاص بدانا الحمد لله نتكلم، اللعيبه كانت مشدوده لان اللعيبه نفسها تعمل حاجه. انا بصراحه كابتن خالد سلاحي لعبتي، اللعيبه دي لو مش مرتبطه بيا وتعمل هذا الكلام، في ارتباط الحمد لله نتيجه التعامل معاهم. لان انا خدت فلسفه، انا بتعامل مع بشر، ماليش في عسكريه، وفي ضبط وربط، مفيش حد بيعمل اي حاجه. فانت النهارده السؤال اللي انت بتساله بالعكس، ده احنا لنفسنا، ده بالعكس ده انا اشكر على الوضع اللي انا فيه. لو مدرب يقول لك نفسيا او كذا، لا، لان انا جاي، انا كنت في قطاع الناشئين وفتره دي سموحه، فانا توليت المسؤوليه لنهايه الموسم. نهايه الموسم عمال يتطول، وكابتن علي ماهر تعاقد مع سموحه. الو. ايوه سامعك كابتن، سامعك والله. تعاقد مع سموحه كابتن علي ماهر. تمام. انا بالنسبه لي بشتغل لاخر وقت لحاجه، والله العظيم يا كابتن خالد انا بشتغل لنادي سموحه ولاعيبتي خلاص. فانا بعمل بنور الله، ربنا اكرم اهو بيتكتب في تاريخك. خدت بالك انت؟ اي حاجه يبقى هو كابتن علي ماهر نفس النظام. لو كلمته هيشتغل مع فرقته اللي عاش معاها بكل قوه، انما الموقف زي ما انت بتقول حساس. صح. يعني موقف زي ما انت بتتكلم موقف حساس بالنسبه لنا والكلام ده، انما عادي، الراجل هيشتغل مع فرقته واحنا هنشتغل مع فرقتنا. المباراه ليس بين ميم عبد الرازق وعلي ماهر. المباراه مباراه في الكاس بين فرقتين وصلوا بمجهود، الاحسن هو اللي ربنا يكرمه باذن الله. ان شاء الله. مبروك يا كابتن ميمي، ودايما الله يخليك يا كابتن خالد، دايما بتتولى المسؤوليه بتصنع الفارق يعني، وربنا يوفقك. الحمد لله يا كابتن خالد، هو ده اللي انت بسال بتقوله غير الكلام ده. فانا بتمنى ربنا يوفق الجميع، وربنا النهارده يا كابتن خالد عطاني يعني اللي انا ما كنتش اتمنى، يعني عطاني اللي انا لو طلبته ما اخدوش، فالحمد لله. تمام يا كابتن، هترجع تاني قطاع الناشئين؟ والله السؤال ده لسه لغايه دلوقتي ما يعني، انا كنت مرتبط بتعاقد بقطاع الناشئين ل 30/5، خدت بالك؟ لم يعرض عليا حتى تاريخه يعني. تمام. طب افرض جالك عروض تدريب. والله يا كابتن تخيل دلوقتي زي ما انت بتقول في ناس جاله عروض تدريب، الواحد طبعا بيستخر ربنا ويفكر بالنسبه سعيد له في الوضع التمام، انما انا عملت في سموحه 8 سنين بما يرضي الله الحمد لله. تمام. اشكرك كابتن ميمي عبد الرازق مدير فني نادي سموحه، واللي وصل للدور قبل النهائي عشان يتقابل سموحه والاسيوطي، فريق منهم هيصل للمباراه النهائيه.